مع التطور التقني والتكنولوجي في عالم التجميل، لم يعد التقدم في السن يشكل هاجسا للعديد من النساء، فقد تم تطوير العلاجات والتقنيات التجميلية بعيدا عن العمليات الجراحية التقليدية، ومنحها فرصة لاستعادة مظهرها الشبابي وإبراز الجمال في إطلالة كل سيدة. خلينا نشوف أحدث التقنيات التجميلية لعام 2020 في هذا التقرير. في عالم التجميل تظهر لنا تقنيات حديثة دخلت هذا العالم لعام 2020، وبعدتنا عن الجراحة في التجميل مثل علاج الشعر بطرق حديثة من خلال أخذ 3 خزيعات من أجزاء مختلفة من الرأس، وضعها في جهاز وأخذ المادة المفيدة منها وحقنها في الأماكن واللي يشتكي منها المريض ويعاني فيها بضعف. اليوم أظهرت لنا تقنية حديثة وهي علاج الصلع للخلايا الجذعية، حاصلة على براءة اختراع لتزويد الخلايا السفلية إلى المناطق المستهدف علاجها، وهذه الخاصية تجعلها قادرة على عملية إصلاح النسيج المعرض للصلع الوراثي. للمزيد حول الموضوع نرحب ضيفتنا أخصائية أمراض الجلدية وعلاج بالليزر الدكتورة أميرة. أهلا دكتورة أميرة. أهلا وسهلا. كيفك؟ تمام الحمد لله. دكتورة أميرة، إيش آخر شيء نزل في عالم التجميل بالعناية بالبشرة؟ في العناية بالنسبة للعناية بالبشرة، أحدث التقنيات اللي نازلة دلوقتي ويمكن كتير سمعنا عنها هي البلازما جل. أوكي، إيش هي البلازما جل؟ تمام، هي البلازما جل هي عبارة عن البلازما العادية اللي هي البي آر بي اللي أغلبيتنا عارفينها. بنسحب دم من العيان، بنعمل له سنتريفيجيشن او فصل، عمليه فصل. بناخد الصفائح الدمويه، الصفائح الدمويه دي غنيه بالجروث فاكتورز اللي هي العوامل النمو. دي مفيده جدا لنضاره البشره، بتاكتيفيت او بتحفز الكولاجين اللي موجود. دي البي ار بي العاديه. الفكره الجديده في التقنيه الحديثه اللي هي البلازما جل ان احنا ضفنا على البي ار بي دي هايلورونيك اسيد. الهايلورونيك أسيد ده هي مادة طبيعية موجودة عندنا في جسمنا، اللي هي معروفة بالفيلر اللي احنا نسمع عنه كلنا، بس بنسب معينة، دانستي معينة. الهايلورونيك أسيد يضيفونه مع الفيلر صح؟ الهايلورونيك أسيد هو الفيلر actually. أوكي. هو الفيلر. هذه أول معلومة أنا أعرفها جديدة. الهايلورونيك أسيد هو الفيلر، عشان كده دائما اذا حطينا اول ما نحط الفيلر نلقى الشفه مثلا بينك، الوجه مورد. يس علشان كده. بس طبعا بتختلف النسب، يعني النسب مختلفه بالنسبه للشفايف، بالنسبه للخدود، بالنسبه للجو لاين، يعني على حسب الاريا. اوكي. بس بعدين بنحط الهايلورونيك اسيد بنسبه معينه، بدنستي معينه، بنضيفها على البي ار بي، فبالتالي بتدعم النتيجه بتاعه البي ار بي. يعني سي لو هنقول ان البي ار بي نتيجتها 10% تايمز 10، يعني 10 اضعاف النتيجه. أوكي. مع الهايلورونيك اسيد، فعشان كده هي بتحسيها من ثاني يوم او ثالث يوم في جلوينج في السكن، في اشراق، في توحيد لون. كمان بتعالج الاكني سكارز اللي هي الندبات، حب شباب. طبعا الندبات البسيطه مو اللي مره كثيره. يس اوف كورس. بس مع الهايلورونيك اسيد لا، حتى لو ديب جلسه مع الثانيه بتفرق. طب تقريبا دكتورة كم نحتاج، يعني بشرة طبيعية ما فيها مشاكل، كم جلسة تحتاج؟ 3 جلسات مرة في الشهر دي أنا أنصح بيها. طب وإذا بشرتك مثلا فيها مشاكل كم؟ لا إذا فيها مشاكل ممكن نحتاج 6. طيب دكتورة أكيد أنه زي ما في ناس كلهم يقدرون يحطونها، في مستثنيات وناس ما يقدرون يحطونها أو أشخاص يس لازم يبعدون عنها. هي أول حاجة طبعا أن يكون الهيموغلوبين عالي. يعني إيه؟ يعني ما يكونش عندها أنيميا. أوكي. تمام، هي دي مشكلتي، بس ان هي تكون صحيه هيلثي، الهيموجلوبين اراوند 12، من 10 ل 12 نقدر نعملها. اي مشكله ثانيه لا اتس اوكي، يعني ما فيش اي اضرار، امراض سكر، حد عنده غده، حد يعني وات ايفر، اتس بالعكس اتس هيلثي للسكن بتاعها ان هي تحط. طيب وبالنسبه للشعر ايش احدث شيء نزل؟ احدث تقنيه نازله بالنسبه للشعر هي حاجه اسمها مايكرو جرافتنج. المايكرو جرافتنج اللي هي عباره عن حقن الخلايا الجذعيه الذاتيه. يعني ايه؟ سمبلي هي عمليه
غير جراحيه تماما. يعني هو بس ممكن الاسم يخوف انه مايكرو جرافتنج وات از ات، يكبرون الاسامي دائما الدكاتره يعني يخوفونا شوي. ما هي بس يعني اتس جاست ا نيم مش اكتر. هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن علاج لتساقط الشعر. تمام. مش بس تساقط الشعر، لا هو تساقط يعني دايما احنا بنسمع عن علاجات تساقط الشعر. تمام. وفي كتير. الفكره الجديده في التقنيه الحديثه ان انا مش بس بعالج تساقط الشعر، لا انا بعالج تساقط، بحسن الريجروس اللي هو ينمو تاني الشعر، كمان الكواليتي اوف ذا هير، ودي مش اي حاجه طالعه لي في العلاجات ان حد بيعملها يعني. لا انا بحسن الكواليتي بتاع الشعرايه انها تبقى ثيك يعني سميكه وطويله وهيلثي. يعني خاصه البعض شعره يكون من فوق مثلا سميك ومن تحت يبدا يصير بالظبط خفيف وبنسميه حتى يعني الوبري. تمام. فهي التقنيه اللي هي المايكرو جرافتنج دي بتعمل الثلاث حاجات دول، فهي دي اللي معلي قيمتها شويه. هي سامبلي بناخد خزعه صغيره جدا من منطقه تكون فيها الشعر فيها كويس، يعني من البيشنت نفسه. مثلا زي اي منطقه؟ اكثر احسن منطقه هي من وراء الودن وتحت شويه، يعني من ورا الودن وننزل شويه. اوكي. كيف طريقه الاخذ؟ هي المنطقه كيف ناخذها؟ خزعه بسيطه جدا، بنحط بنج موضعي وبناخد الخزعه من ثلاث اماكن. تمام. دكتوره قديش الخزعه حجمها؟ لا يعني ما لا ترى بالعين المجرده يعني. اوكي. يعني انت بس تحسي ان خزعه، لا اتس حاجه بسيطه جدا جدا. حتى مش مؤلمه، قلت لك هي حتى غير جراحيه وغير مؤلمه. اوكي. بس بنحط بنج موضعي وبعدين بناخد الخزعه البسيطه دي من الجلد نفسه ثلاث اماكن. بيتحط ثلاث اماكن دكتوره؟ علشان بنخاف ان احنا لو خدنا مكان واحد ممكن الجلد فيه او السيلز الخلايا اللي موجوده فيها ما تبقاش كلها بيرفكت. فبناخد ثلاث احتياطات، عارفه اللي هو يعني فور شور ان شاء الله هنلاقي سيلز ماتيور وكويسه، هناخد خلايا كويسه. بناخد الخلايا دي بنحطها في جهاز بيحولها الى يعني بيعمل لها كراشنج وبنحولها لسائل. تمام. السائل ده غني بالجروث فاكتورز اللي اتكلمنا عنها، غني بالستام سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه. الفكره الجديده برضو كل ده موجود. الجديد بقى اللي هي التقنيه الحديثه اللي مخليها ليها قيمه هي خلايا اسمها اس في اف سيلز. الاس في اف سيلز هي عباره عن خلايا معززه للدوره الدمويه. واه دكتوره اليوم كل معلومات من اول قاعده معلومات، قاعده احاول اجمع احفظ المسميات شوي. هي مش لازم تعرفي الخليه اسمها ايه، هي الفكره الواحد يعرفها ان لازم تبقي عارفه هي ايه، ليه ايه المايكرو جرافتنج ده بالضبط. فهي الخلايا دي هي معززه للدوره الدمويه. انت عارفه الشعر لما بيبقى فيه تساقط بيبقى الدوره الدمويه ضعيفه، مش موصله الغذاء الكافي للبويصله انها تطلع شعر صحي، فبالتالي بتبدا تضعف والشعر يقع. فاهمه الفكره؟ فاحنا هدفنا ان احنا نحسن الفاسكولاريتي او الدوره الدمويه اللي حوالين البويصله دي. اوكي. تمام. فانا من ضمن الخلايا اللي باخدها هي الاس في اف سيلز اللي هي بتحسن الدوره الدمويه حوالين الشعرايه. ودي مش موجوده في اي علاج تاني، هي بس في المايكرو جرافتنج. والاحسن منها ان والاحسن فيها الاحسن حاجه فيها ان هي منك ليكي. اوكي. يعني ما فيش حاجه خارجيه ابدا. تمام. بنبدا نحقن السائل اللي عندنا اللي احنا جبناه اللي هو فيه كل الخلايا اللي احنا اتكلمنا عنها، بنبدا نحقنها في الاماكن. طبعا لو هي عندها مكان او هو عنده مكان، هي اتس فور ميلز اند فيميلز للرجال والنساء. لو عنده مكان معين الشعر بيقع منه بنركز فيه اكتر. طب مين المستثنين من هذه العمليه؟ هي مين عمليه من هذا التكنيك؟ من هذا التكنيك. هي المستثنين طبعا احنا لازم نشوف اذا المشكلة عندي بسبب تساقط شعر هي ايه؟ احنا برضو لازم نعرف. تمام؟ يعني لو مشكلة بسبب امراض في الغدد فما ينفعش. لا انت عالجي نتيجة. انت عالجي الغدة هتبقى الشعر كويس. أوكي. لو مشكلة في امراض دم، لا عالجي امراض الدم وهيبقى الشعر كويس. لكن اي سبب تاني يعني غير دول لا، يو كان دو ات يعني. طب كم جلسة الواحد يحتاج؟ ده بقى المفاجأة في الموضوع ان هي ممكن جلسة واحدة، هي جلسة في السنة، او ممكن ما تحتاجيش تعملي جلسة تاني. النتيجة كم تبان؟ النتيجة من 10 أيام لأسبوعين تساقط اتوقف، ما فيش أي تساقط للشعر. من أول شهر أو شهرين لست شهور تبدأي تلاحظي الريجروث اللي هو نمو الشعر تاني. لأن طبعا هي اللايف سايكل بتاعت شعرها هي ست شهور، فلازم يو هاف تو ويت، تستني المدة دي عشان تلاحظي الشعر. يعطيك العافية دكتورة، ما قصرتي. يا أهلا وسهلا. خليكم معانا بعد الفاصل.